عزيز الحزبي. سيد عزيز الحزبي كنت استمع لسيد مختار جماعي يقول لك ان الاحتمالات مفتوحه والمؤشرات سلبيه. ونجيب الشابي رئيس جبهه خلاص الوطن اليوم يقول ان استدعاء الغنوشي والعريض يحفه الكثير من الغموض، وهناك تخوف من استعمال القضاء لتصفيه حسابات سياسيه. الى اي حد يعتبر تصريح نجيب الشابي قارب الصواب استاذ سيد عزيز الحزبي؟ مش غموض، انا اتاكد انه في وضوح تام. الصورة قاعدة تتوضح يوميا منذ عام. الانقلاب قاعد يوضح صورة للعالم كله مش بتونس فقط. اولا ساعة قبل كل شيء نحب نحيي المناضلين اللي نهار كامل هم يرسلوا فيهم. الاستاذ رشيد الغنوشي، علي العريض الى اخره. اظهروا ناس مناضلين عرضة للهرس الممنهجة. ممنهجة، وهذا دليل الهسترة بتاع الخاص. هرس لممنهجة سيد عز الدين؟ هي دليل على الهسترة، أن الخصم هستر يحب. هناك زوز أصناف وراء هذه القضايا. الصنف الأول هي السلطة. السلطة اللي هي في مأزق، اللي هي عمال ماشي هذا البلاد الهاوية. نعم. باش تغطي مهازلها وباش تغطي الكوارث اللي يعيشها المواطن اللي لا قاعد يلوش في السميد ويلوش في الفرينه ويلوش في الزيت ويلوش في المكرونه ويلوش كيفاش ياكل ويلوش كيفاش ياخذ الكراسه ويلوش كيفاش ياخذ الكتاب. لازم تغطي هالمهزله هذيك بقضيه مفتعله واضحه كوني قضيه مفتعله. ثم الصنف الثاني هما اللي نسميهم انا المرضى. ربي يفرج عليهم. فما ناس مرضى سواء في وسائل الاعلام او في المجتمع مرضى بالحقد بالضغينه بالغباء. ولكن بعضهم سيد عز الدين، اسمح لي سيد عز الدين، نهضه عدو يزوم سيد عز الدين، ولكن بعضهم يقول ان هذه الملفات ضروريه، وربما حركه النهضه هي اول مستشفين من هذه المعالجه. جبدت في القضاء وتم النظر. نعم نحن الاستماع سيد عز الدين. هي قضايا تم النظر فيها. انا مانيش ضد ان القضاء يتبع القضايا الجديده. انا ضد التلاعب بالقضاء. من لا يحترم القضاء هو المدان. هناك قانون صدر عن القضاء بفائده القضاة. هضم حقهم وقع تشويههم وقع عزلهم، والقضاء هذايا ما لقاش حظه. يعني قضاة لحد الان ضحية اعتباط. نعم. القضاء قضى فيها ولكن ما لقاش حظه باش يطبق. فاللي ياخذ قانون هو اخر واحد ينجم يتبع القانون. هو اخر واحد ينادي بالقانون. كيف؟ يعني كيف ذلك؟ هو المتهم الاول في خرقه للقانون، هذا واحد. ثانيا بالنسبه لي هالماكينه الكبيره اللي قاعد تخدم النهارات خاصه في وسائل الاعلام اللي تابع المافيات. نعم. واللي عندها سنوات وهي هذه هي خدمتها، وهي ورثتها على بن علي ورثتها حتى على بورقيبه. عندما يحبوا يغطيوا على حاجه يشوه يخرقوا. عزوز القايلة يخلقوا غول بعبع إعلامي باش يخوفوا بين الناس، وقاعدين يهرسلوا في اللي يستدعيوا فيهم ويهرسلوا في المواطن بالتسفير والنهضة. ويلزم النهضة، يلزم يقولوا النهضة ليه باش زعما اسكت مثال مش فما غلاء أسعار، فما فقدان نوات، ثم وضعية اقتصادية مدهورة. هذه كل مثال، ثم النهضة قاعدين يشدوا فيهم. هذايا واضح، ولا الناس تضحك عليهم. المواطن العادي ولا يفهم اللعبة هذه. نعم. وهذه ماهوش غريبة على الاستبداد، ومش غريبة على الأغبياء والمرضى اللي وراء وسائل الإعلام واللي يجريوا على العقلية هذه. يعني أنا بالنسبة لي فخر للنهضة لأنها أظهرت انها منذ عام وشهرين توا في صف المعادي للانقلاب، وهذا تشكر عليه طبعا.
وكذلك مناضلينها قد يبقوا في تمييز غالي، الهرس الغالي مش نعم سهل. أن العائلات ناس تدخل الحبس، ناس تاخذ قدام الباحث ساعات طويلة في قضايا في الآخر يكون ما عندك حتى شيء، هذه كله دليل على صلابة المناضلين وضعف وهزال المستبد. نعم. يعني مرة أخرى نحيي المناضلين هذوما ونقول لهم ما تكلكوش، راهم يحبوا يعني نضرب القطوسة باش تتربى العروسة. خلينا نلهيوا الناس في النهضة باش نغطيوا الخور والهم اللي عايشين فيه المجتمع. نعم سيد عايزين، قلت انه هناك تلهيه، هات نسمع مقطع من تصريح السيد علي العريض رئيس الحكومه الاسبق اليوم قبل دخوله للاستنطاق في فرقه مقاومه الارهاب في بوشوشه.